السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. المهدي المنتظر وعلامات ظهوره، حاجات كتير النهاردة هندور عليها معاكم، وإحنا معاكم ومعانا الدكتور محمد الألفي النهاردة كمان بندور على الحقيقة في طريق المعرفة. من أمريكا قناة تهتم بالشأن الأمريكي والسياسة الدولية وبالأخص منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها مصر والأمة العربية، نبحث معا عن الحقيقة في طريق المعرفة. جدي الإمام المهدي وعلامات ظهوره، وهل من علامات ظهوره إن بيضون ابن أبي حلزة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعين مستشار لشؤون الإمام المهدي؟ دي غريبة جدا. بعد ما قاله بايدن عن المهدي المنتظر مغردون الفرن توضيح التصريح، الرئيس عين مستشار للرئيس بايدن لشؤون الإمام المهدي. نعم، ده موضوع كبير جدا. موضوع كبير، بنتكلم عن موضوع كبير. ولازم تتأخر عن الفطار شوية، اسمح لي اعزبك شوية زي ما عزبتني في الصلاة. اتفضل اتفضل اتفضل. اولا تعيين الرئيس بايدن لمستشار لشؤون الإمام المهدي امر يجب ان تعرفه الناس في سياقه. اولا ده يتفق مع ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى البادية وترضع السيدة حليمة السعدية رحمة الله عليها، فكان لدى تجمعات وأحبار الكبار وما يطلق عليهم أنبياء اليهود، لأن هم بيسموا المفكر نبي، يعني مش نبي بمعنى نبي زي سيدنا موسى، لا هم يقولوا أنبياء يعني على ما على على الكبار بتوعهم يعني. فالمهم كانوا بيتعقبوا ميلاد نبي العرب الذي سيولد ويكون يتيما ليقتلوه. ولما راحوا يسألوا تابعوا واحد وتابعوا يتبعوا الرسول في البادية عند السيدة حليمة السعدية، فهي استشعرت خطر فقالت لهم لا أنا أنا أمه وهذا أبي، على هي وجوزها، ما قالتش أنا مرضعته لحمايته، وبالتالي ربنا جعل هذا سبب لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت. حتى بعد كده بقى لما انتقل إلى كنف جده ثم إلى كنف عمه من عبد المطلب إلى أبو طالب. طيب إيه أوجه الشبه؟ أوجه الشبه أن كل البرديات القديمة وعلوم آل البيت وحتى ما يوجد لدى الكنيسة الشرقية في روسيا وفي مصر وفي الكنيسة الشرقية تحديدا وفي ولدى البرديات اليهودية القديمة ولدى الكنائس الشرقية القديمة ولدى بعض المتبصرين الغربيين أن هناك مهدي لآخر الزمان، هم بيسموه المخلص، ففكرة المخلص، ولكن عن أي مخلص يتحدثون؟ لأن هناك اختلط الأمر. على سبيل المثال هم أخذوا العالم في اتجاه آخر، البعض بحث عن مخلص من الغرب، وإيران قالت أنا لدي مهدي وأتواصل معه وهو مسردب على نظام الأئمة، على نظام الأئمة الاثنى عشرية، وهذا خطأ. تركيا مستشار أردوغان اللي هو أصبح مدير للمخابرات الحالية بعد هاكان فيدان اللي هو الحالي، كان قال إنه الإمام هيكون تركي وأدوات جده موجودة عندنا اللي هم سرقوها من المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة، والأدوات جده عندنا. وطبعا والغرب بيتكلم عن الغرب بيتكلم عن الدجال على إنه المخلص، لكن حقيقة أن الإمام موجود بالفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكون من عترتي ومن ولد علي وفاطمة،
مهدي آخر الزمان ويكون منبره في مصر، من عترتي أي من صلبي، ومن ولد علي وفاطمة، مهدي آخر الزمان ويكون منبره في مصر. كلام، وده حديث صحيح ملوش علاقة بالشيعة، عشان الناس تتكلمش شيعة وسنة، لأن الناس مخلطة كل حاجة في الخلاط مع بعض. وده مكتوب في كتب السنة وفي أحاديث وفي كتب لمحي الدين ابن عربي، وده إمام كبير، وفي كتب لآل البيت، في مصحف السيدة فاطمة، ومصحف ليس معنا مصحف قرآني، حتى لا تتصور الناس أنه لا، هذا مصحف ما كتب ما كان يمليه الرسول على الإمام علي بن أبي طالب وتكتبه السيدة فاطمة، هو مصحف على رق من الجلد بطول 17 متر ومصحف جمع صحائف. الناس بتقرن كلمة مصحف وبين القرآن، في فرق بين المصحف وبين القرآن. المصحف مجموعة صحائف. ما يفعله بايدن هو يعلم أن هناك إمام حق قادم، وهم يريدون ملاحقته كما قام سابقهم بملاحقة جده وهو طفل، جد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك من ينكر وجود الإمام كراهية في الشيعة، لأنه يقول لك الشيعة بيقولوا الإمام عندنا ومسردب ومش مسردب، وطبعا الإيران عاوزة تقول عندنا إمام عشان الإمام ده هيحتاج مقدسات فيسيطر على مكة والمدينة. تركيا بتقول عندنا إمام وأدوات جده وعبائد جده وحاجات جده عندنا عشان هي تسيطر، عاوزة مقدسات وعاوزة مكة والمدينة. والغرب يريد منظومة أيضا يستخرج ما يطلق عليه المخلص اللي هو الدجال ويدخله إلى المسجد الأقصى على أساس أنه ده يكون المخلص، وطبعا ده خطأ. لكن هناك إمام، هناك من أنكر، ولكن هذه حقيقة في كتب السنة. ولما الرسول يقول هذا الكلام لا خلاف عليه، ويشهد عليه الصحابة بالكامل وفي عدة روايات. ولكن نحن ملاحقة الإمام في الفترة الحالية، لأنه طبعا هو كان هناك في البرديات القديمة ما أطلق عليه أن العائز الثاني بالبيت بعد العائز الأول من 40 إلى 45 عام. العائز الأول اللي هو كان فتنة جهيمان اللي هو ونسيبه راحوا عملوا أن هو المهدي وما إلى ذلك في الحرم سنة 79، والعائز الثاني بعده من 40 إلى 75، من 40 إلى 45 عام. فده بشكل كبير. وطبعا الجزء المهم أنه من علامات الظهور أنه يعلمها الغربيين والبرديات التي يملكوها والتي سرقوها بشكل كبير، أنه هناك إمام للمسلمين ويكون منبره في مصر، وهم الآن في مرحلة الملاحقة. لكن من علامات الظهور خسف في حرسته والجابية في سوريا، يحصل خسف هناك وتقوم، وده أمر. والأمر الثاني أنه هيكون يظهر رجل يكنى بالسفياني، وهذا السفياني يملك الكور الخمس، يملك الكرة الخمس يعني يملك خمس قرى في منطقة الشام، ده يطلق عليه السفياني. وبالمناسبة هيكون هو تكرار لسنة الله في الأرض، هو من نسل بنو أمية، قتلت آل البيت وقتلت الصالحين. وهذا يأتي لأنه الإمام يكون من نسل الإمام الحسين، لأنه من نسل الإمام الحسين، لأن من تبقى من نسل الإمام الحسين هو بعد معركة الكبرى مع كربلاء وجاء مع السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، زين العابدين، سيد علي زين العابدين، الذي نجا بأعجوبة من الموت عندما راح ذهب إلى خليفة الأمويين مسلسل مع نساء آل البيت إلى 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 الأمويين، الذين قال من أنت؟ قال أنا علي. معتقل ومقيد باستلاس. قال له أنا علي ابن الحسين. قال علمنا أن علي قد مات. قال من مات فهو علي الكبير، أما أنا فعلي الصغير. فقال لهم فاقتلوه. فقال حاجب الخليفة الأموي لا تقتله، فتعلقت به السيدة زينب فقالت اقتلني معه. فقال له بعد معركة كربلاء إنها زينب لا تجتر إلينا الشر، يعني الغضب بقى اللي جنبنا غضب المسلمين، صحيح. وذهبوا إلى المدينة وجلسوا فيها بضعة أشهر، ثم ذهبوا إلى مصر، ثم تزوج من ابنة عمه الإمام الحسن أصل أيضا، الذي سممه بنو أمية حتى لا يعود الحكم لآل البيت طبقا للاتفاق الذي اتفق عليه الأمويين مع الإمام الحسن، أنه يحكم خليفة أموي لفترة ثم يعود إلى الإمام الحسن، فسممه الإمام الحسن كي لا يكون الحكم لآل البيت، وتزوج السيدة فاطمة ابنة الإمام الحسن وأقاموا في مصر، ومنهم نسل آل البيت اللي هو موجود في مصر بشكل كبير.
بشكل ضخم، وطبعا آل البيت الموجودين والصالحين والصحابة المدفونين في مصر ونسل آل البيت حاجة تتشرف بأرض مصر كلها والمنطقة بعدد غير مسبوق يعني. وطبعا قتلوا الناس في موقعة الحرة الأمويين، قتلوا آلاف من المسلمين ومن آل البيت والصحابة في موقعة الحرة. وطبعا هذا الأمر أمر يعلمه الكل، وهم في مرحلة البحث عن الإمام الحقيقي وليس المزيف الذين يحاولون إدخاله في صورة متطرف أو إرهابي ليسيطروا بها بالضبط. ده اللي بيقوله علوش، المشكلة مش في الإمام المهدي، المشكلة في اللي عايزين يخرجوه بالعافية ويستغلونه لمصالح. هو الإمام إمام حق، بمعنى ما معنى إمام حق؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إني جاعل في الأرض خليفة، وطبعا رد عليه الملائكة وفي حضور سيدنا آدم وقال له علم على الأسماء، وقال له ألم أقل لكم أنكم يعني أنه يعلم ما لا تعلمون، لأن ربنا هو اللي علم سيدنا آدم الأسماء. وبعدين الإمام يأتي آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، ده قرآن كريم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وتحمله الملائكة تكرارا لسنن الله في الأرض. ويأتي الإمام المهدي بعلوم إدريسية، علوم سيدنا إدريس، وهي علوم عظيمة جدا. بالمناسبة للناس اللي بتقول أن مصر القديمة اللي هم بيطلقوا عليها عبثا المصر الفرعونية، لم يكن هناك شيء اسمه مصر الفرعونية، هذا مبتكر غربي لتغييب العقول. الدولة المصرية مصر القديمة ما فيش حاجة اسمها فرعونية، كانت دولة موحدة، كانت دولة موحدة، أول واحد عبد إله واحد هو أخنته. والدليل من القرآن الكريم أيضا حتى لا نذهب بعيدا ولا يتهمنا أحد بالشتت، لما يقول آسية زوجة فرعون التي قالت ابني لي عندك بيتا بالجنة، ربنا بنى أسكنها الجنة، ولما يقول مؤمن آل فرعون، طب ما هو دول في القرآن الكريم، احنا مش بنجيب حاجة من خارج النص لأن لا اجتهاد في النص ولا تعقيب عليه. دي نقطة. يأتي بالعلوم الإدريسية، ما معنى علوم سيدنا إدريس؟ سيدنا إدريس الذي رفع ولم يدفن، عشان الناس كمان تبقى واضح الأمر، سيدنا من إدريس الأربعة أنبياء الذين رفعهم الله، رفع ولم يدفن. وبالتالي علوم سيدنا إدريس هي العلوم، والناس تنصت للكلام ده كويس، هي العلوم التي استخدمت في بناء الأهرامات، والأهرامات ليست مدافن بل أماكن لإنتاج الطاقة، لأنها مرتبطة بالمجموعة النجمية أورانوس. مجموعة أورانوس دي اللي بتستخدم الطاقة، لأن كانت أو حتى المسلات اللي كانوا بيقولوا هي بيكتبوا عليها تاريخهم كانت مغطاة بالكوارتز زي، وكان في رأس ذهبي للهرم ومرتبط بالمجموعة أورانوس، وكانت لإنتاج الطاقة ليست مدافن. والبحث كله ده اللي اكتشفه تسلا واتقتل بسببه، الاف بي اي قتلته بسببه، البرديه اللي اتقتل بسببها نيكولا تسلا العالم الشهير، اللي هي انتاج الكهرباء زي ما كان بتتعمل في مصر القديمه بنظام الانفراريد، اللي الناس ما عرفتش الانفراريد يعني ايه غير في التسعينات، كان انتج هذا الامر، وكان هينتج الكهرباء مجانا للمدن بنظام الانفراريد، وكان وقتها في بدايه يعني المسلات دي ابراج، المسلات دي ابراج لتوصيل الطاقه، ابراج لاستقبال الطاقه زي نظام الانفراريد، ما بين انتنا والاستقبال انتنا. وبالتالي الان هو كان هينتج هذه الطاقه، وكان بدا شركات الطاقه اللي بيسيطر عليها الناس اللي بيحتفلوا دول بداوا ينتجوها، فمش معقول مش هنكسب فلوس. فتم قتل نيكولا تسلا في معمله. وبالمناسبة نيكولا تسلا كان جاء إليه برديات مسروقة من مصر، ومن كان يمول نيكولا تسلا هو عم دونالد ترامب، للناس ما تعرفوش عمه كان رجل أعمال وكان بيمول نيكولا تسلا. فالأمر هنا ظهور الإمام صحيح، في تصريح عشان يعني من الدكتور شوقي علم من حوالي سنتين أو ثلاث سنين، وده مفتي الديار المصرية وهو رجل عالم يعني مش واحد ما بنقولكش بقى ده حد يعني لا صاحب علم، قال أن ما يزيد على 90% من العلامات الصغرى تحققت وتبقى جزء قليل. والناس دايما بتخلط ما بين نهاية الزمان وقيام الساعة. نهاية الزمان هي نهاية حقبة زمنية، وده لازم الناس تفهمه كويس تستوعبه كويس، بمعنى أن ما بين سيدنا موسى مثلا وسيدنا عيسى بعده حوالي مثلا 1500 سنة مثلا، هذه نهاية زمان. بعد سيدنا عيسى 1500 سيدنا محمد، هذه نهاية زمان. النهاردة احنا
في نهاية زمان وليست في نهاية، لأن الساعة علمها عند ربي لا يعلمها إلا الله. ولكن الناس هذا الإمام لما يأتي بعلوم كبرى، علوم شديدة، علوم سيدنا إدريس، ويأتي معها علماء ويكون منبره في مصر كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك شيء عظيم لأهل مصر. لمن يسألني عن الأراضي الفلسطينية أو القدس وبين قوسين احفظوها، يا أهل مصر إن لكم موعدا مع القدس لن تخلفونه. هذا أمر لا جدال فيه. الأمور الكبرى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة ماريا وكان لسه مصر لم تفتح ولم يدخلها الإسلام، قال لها يا ماريا أبشرك بإسلام أهل مصر ولن يخرج منها الإسلام حتى قيام الساعة، وكرر عليها الحديث سيكون من عترتي ومن ولد علي وفاطمة مهدي آخر الزمان ويكون منبره في مصر. الناس اللي هي حابة تعرف، يعني التأكيد مرتين، مرة للصحابة ومرة للسيدة ماريا، اللي هو البعض بيستكسر على المسلمين من الدول العربية للأسف أنه السيدة ماريا نقول من أمهات المؤمنين، ومش من الدول العربية، يعني مش مجمل للناس، لا، هو نكاية في مصر ومتطرفين بصفة خاصة في الدول العربية. هذا أمر كبير. ولكن أيضا ما ذكر في هذا الإطار أن كل الدول العربية ستفتح فيما عدا مصر، كل الدول العربية ستفتح فيما عدا مصر. الأمر سيكون أمر جلل، أمر خطير جدا، وموعد الخروج عندما يمتلك السفيان الكور الخمس في الشام وتحدث الخسف بحرسطة والجابية في الشام وسقوط الجانب الغربي من مسجد دمشق وسقوط جدار في مسجد في الكوفة. هذا أمر. وملحمة الإسكندرية، أي قدوم الروم على مصر للهجوم عليها في ملحمة الإسكندرية. إذن عندنا خمس علامات اللي أنا قلتهم دول، يظهر في وقتها الإمام ويؤدي بيعته بين الركن والمقام، ويصلي بالناس العشاء في التاسع من محرم بين الركن والمقام، وفي اليوم التالي في العاشر في الصفا والمروة يصلي في مجموع من صحبه 313 زي عدة أهل بدر، وفيهم نقباء المغرب، أهل المغرب يطلق عليهم النقباء وأهل مصر النجباء، ودي حوالي 73، وهناك سبعة من جزيرة العرب، وهناك أهل الحق من 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 العراق، ولديه من المغربين اللي هم في دول غربية أيضا أنصار، وستجمعوا وتكون بيعته بين الركن والمقام. وهذه أمور مهمة جدا. ولكن الأمور الشديدة أنه سيتم محاولة الضغط، ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقرر أمر بيكون الأمر لله سبحانه وتعالى، وكما حمى جده المصطفى صلى الله عليه وسلم سيحميه. ولكن الجزء الأخطر أن علماؤه ونقباؤه ونجباؤه سيكونوا أيضا، وفي وقتها يظهر صحابي مصر وهو قائد عسكري صحابي، هيكون أحد زراع الإمام، يعني زراع قوة من زراع الإمام، ويظهر الخرساني يأتي من خراسان ويستقر في الكوفة مع جيش كبير في الكوفة اللي هي كانت مقر خلافة الإمام علي بن أبي طالب، ويظهر في اليمن اليماني الهاشمي وليس اليماني القرشي، وده من علاماته، هيظهر ويجمع السلاح من كل أهل اليمن. إيه عارفين اليمن عندهم السلاح زي أي شيء عادي، يعني هيجمع السلاح، ودول هيكونوا القادة العسكريين الثلاثة اللي بيعتمد عليهم الإمام. صحابي مصر وهو رجل عسكري، الخرساني اللي يستقر في الكوفة، اليماني الهاشمي هيكون في اليمن، وهيكون في الوقت ده أيضا حاكم آخر لمصر اسمه صاحب مصر، وصاحب مصر دائما تطلق على الحاكم المدني، هيكون رجل قوي جدا أيضا، وكل هؤلاء يكونوا من أعوان وأنصار الإمام. وهناك تفاصيل كثيرة. فما فعله بايدن هو يريد، لأن هناك الكنيسة الأنجليكانية ومنهم كنيسة كبيرة في بوسطن أيضا اللي بتقيم مؤتمرات وندوات بتناقش هذا الأمر في بوسطن في الولايات المتحدة، طبعا بتناقش هذا الأمر
والانجليين بيناقشوا هذا الامر، انه خروج هذا الرجل يجب ان يتم السيطرة عليه، لانه معروف انه سيحكم العالم. وايضا من العلامات ايضا ظهور جبل من ذهب يكشف عنه في الفرات، والرسول قال يكشف الفرات عن جبل من ذهب يقتل عنده من كل 9-7، وفي نصوص اخرى من كل 199. وبالتالي انت بتتكلم هنا على حرب نووية بشكل كبير في هذه المنطقة. هذه اشارات، ويسقط الطير. ماذا سيسقط الطير في هذه الحرب؟ من الاشارات انه يسقط الطير، الطيور تسقط، يعني في نووي، يعني مش حاجة سهلة يعني. فالعلامات كثيرة، وهذا الامر امر كبير جدا. للأسف هناك من ينفيه من مسؤولين كبار خشية على كراسيهم ومقاعدهم. للأسف الشديد مسؤولين كبار بينفوا هذا الأمر، يقول لك لا دي فكرة شيعية. لا يا سيدي، ارجع إلى كتب السنة. هو ملوم العذر يا دكتور إن في الكثير من الأقاويل بتطلع في إيران، واخد بالك يعني، وهو بريء طبعا، يعني المهدي بريء من الملالي طبعا. ما هو سيادتك، ما تركيا طلع مدير المخابرات الحالي، هو لما كان مستشار الأردوغان، انت عارف ان هم تركيا لما احتلت العالم العربي سرقت من مكة والمدينة ومن الحجرة النبوية سيوف للرسول، سرقت عبايات للرسول، سرقت كذا. بيقول لك بتاع تركيا كمان اللي هو مرخص اكبر دخل ضريبي من بيوت البغاء في تركيا 4.2 مليار دولار من على الله من يصايم الباغيات. ده بيقول لك المهدي هيظهر عندنا، وادوات جده موجوده. هي المساله مش مساله عده شغل، دي ناس متخلفه. لكن هو وطبعا لما يقول لك المهدي تركي يعني عاوز مكه والمدينه. لما ايران، ولما ايران تقول لك المهدي ايراني يبقى عايز مكه والمدينه، عايز مكه والمدينه. فده الامر اللي هو ما من اخطر الامور، انه ان الناس لا تطلع. وللاسف الشديد ان انه احد الخلفاء العباسيين بعد بنو اميه قال على واحد من اولاده هو الامام المهدي. صحيح. يعني قال ده الامام جهيمان الجهني العتيبي، جهيمان العتيبي في 1979 لما عمل هذه الحركه في الحرم المكي الشريف ودنس الحرم، ما برضه كان بيدعي نفسه انه المهدي، وكان معتوه برضه في مصر، طلع قال لك المهدي المنتظر. شوف ومن شرق نيل الكنانة، للأسف الشديد احنا يعني من عندنا يا فندم، يا فندم من نسل سيدي علي زين العابدين. ما بقولك من عندنا، من الشرقية، ما برضو انا من هذا النسل. لازم ارجع مصر بقى عشان اجهز نفسي. بالمناسبة انه الناس في للأسف انه بنو أمية هؤلاء قتلت آل البيت. صحيح. تخيل ان في واحدة معتوها في اليوتيوب بتقول على أمية، سيدنا أمية اللي اسمها ريهام عيال الكلمة وما فيها، هذه المعتوها بتقول عليه سيدنا أمية معاوية. سيدنا معاوية، أولا عشان تبقى الناس عارفة أن سيدنا معاوية أكلت أكباد البشر، أكلت أكباد عم الرسول حمزة سيدنا. يا فندم هو أحفاد مين؟ أحفاد أكلة الأكباد هند بنت عتبة. ليس أكبت سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. في علم الأنساب ليس لهم أصل ولا جذور في جزيرة العرب. سيدنا معاوية قاتل الحسين ومسمم يعني. قاتل الحسن وقاتل أهل البيت قتلهم كلهم ما عدا سيدنا علي زين العابدين. ليس لهم جذور في علم الأنساب في جزيرة العرب، زي ناس كتير كبار قوي دلوقتي ما لهمش نسب في جزيرة العرب. فدول لم يكن لهم نسب في جزيرة العرب، وطبعا في جزيرة العرب كانت القبائل المعروفة والكل كان يفخر بنسب إلا هؤلاء. فالأمر انه نسبة كبيرة حتى من الموجودين من القيادات في المنطقة كلها بيشتغلوا بنهج بن أمية، ونهج بن أمية في النهاية سيسقط، ومن انتهج نهج بن أمية فسيسقط، ومن خالف الله فسيسقط، ومن خالف الرسول فسيسقط، ومن سيخالف الإمام فسيسقط برضو. أنا بقول لحضرتك كل الدول مكتوب عليها ستفتح، لأن أول من سيقاتل الإمام هم أئمة الضلال اللي منتشرين في العالم العربي والإسلامي.
اللي هم التيك توكر واليوتيوبرز دول هيقتلوا الامام لانه هيعتبروا انه المنفعه الماديه والسياسيه بيهددهم بالتاكيد. لكن برضو يعني عايز ارد على حاجه قالتها هذه يعني الفاس اسمها ريهام عياد دي، خلاص قالت ان سيدنا علي يعلم الغيب. سيدنا علي لم يكن يعلم الغيب، سيدنا علي كان يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحى به من الله سبحانه وتعالى. أولا بس علشان الناس تبقى واضحة، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، فادخلوا المدينة من أبوابها. حضرته قال على نفسه، الرسول قال على نفسه أنا مدينة العلم وعلي بابها، فادخلوا المدينة من أبوابها. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كرم الله وجهه بريء من كل اللي هم بيلصقوه به، بريء. أولا سيدنا علي هو إمام هذه الأمة، ولا فتى إلا علي، ولا أمير إلا علي. للأسف بقى أنه الناس اللي هي بتتكلم في هذا الأمر لا تعلم. أولا سيدنا الإمام علي كان من تلاميذ الرسول، كان من تلاميذ الرسول، ابن عمه يعني ورفيق دربه ومن افتداه بروحه، ده يعني صحيح. كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حبا يعني يا ريت يبقى لنا جزء من مليون منه. تم هو من تلاميذ الرسول، والرسول هو اللي تبناه ورباه، وتزوج وجه ابنته السيده فاطمه، وكانت السيده فاطمه تكتب، وما كان يملي الرسول على الامام علي وعلى السيده فاطمه كانت تكتبه، ولهذا اطلق على ما كتبت مصحف السيده فاطمه. ده امر. الامر الثاني اللي بالناس بيتكلموا في نظرية التشيع والأئمة الاثنى عشرية وما إلى ذلك، حضرتك الأخطر من ذلك أنه لم يقم هذا المذهب إلا بعد سنة 906 ميلادي، أول ما ظهر شاه إسماعيل صفوي وأراد تعلية القومية الفارسية على القومية العربية في, 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 في إيران أو في بلاد فارس، وقام سنة 906 وأنشأ الدولة الصفوية سنة 907 ميلادي. وبالتالي بدأوا وأي واحد عاوز ينشئ منهج ويكون حجته ضعيفة فلازم يوجد له غطاء ديني، فاستغل حب بعض الناس هناك استغل حب بعض الناس هناك لأهل البيت، خدت بال حضرتك، وأنشأهم وقال لهم إحنا حماية أهل البيت وإحنا بقى السادنة وإحنا واشتغل بهم لتعلية المنهج الفارسي، فكان محتاج غطاء ديني. هذا هو الامر الامر اللي هو اتحرك عشان الناس تبقى عارفه ان ما كانش في حاجه اسمها حاجه شيعي. وبعدين ان الدين عند الله الاسلام، وما معنى كلمه الاسلام؟ الاسلام هو ان يسلم المرء وجهه لله لا سبحانه وتعالى. كان هذا سيدنا ادم كان مسلم، سيدنا ادم كان مسلم، كل انبياء الله مسلمين، وابراهيم كان امه، ابراهيم في القران كان امه. إذا كان هناك مسيحي يؤمن بالله فهو وأسلم وجهه لله، سيدنا مسلم. عيسى مسلم، سيدنا عيسى مسلم، سيدنا موسى مسلم، وبالتالي مسلم مسيحي يهودي، هذه شرائع سماوية. وطبعا ولما تيجي أنت النهاردة تتفق شريعتك مع ديانتك، كان الرسول قال أنا خاتم الأنبياء والمرسلين وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق، متمم أي أن هناك كانت أخلاق بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وللأسف الشديد والناس طبعا في ناس بتحاول اللي هم بيحاولوا يشوهوا فكرة الإمام المهدي اللي هم المضللين والمهرطقين، بيقول لك لا أصله إزاي بتقوله الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعدين إزاي وهو إزاي تقول ده؟ هو لن يأتي بدين جديد، هو يأتي مصلحا ويذكر الناس بما نذر من قبل، يصحح، يأتي مصلحا. طيب ننتظر يعود إلينا الدكتور مصطفى الفقي في الألفي. خليتك مصطفى الفقي. لا والإمام يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، لأنه زاد الطغيان
وزاد الفسق والفجور. وكما نجد الآن أن الحرب على الله، أنا أسميها الحرب على الله بنشر الفساد والفجور في هذا العالم بهذا الشكل الإباحي، هي حرب على الله وعلى كافة الديانات السماوية بالمناسبة، ليست على المسلمين فقط، لأنه نحن جزء من المسلمين، لسنا كل المسلمين، ده جزء، هي حرب على الله، وبالتالي حرب لكي يجد الإمام، لكي لا يجد الإمام شعوبا مؤمنة ليقودها، ولكن هؤلاء يقاتلون الله في الأرض، وحق على الله أن ينصر مؤمنين. ما قيل عن الرئيس بوتين أن القادة العسكريين الروس سألوه، قالوا له أنا بس في جزئية أنا تخص بايدن أيضا، تعين مستشار للإمام في جزء مهم. بايدن سئل وكان في سوتشي أعتقد على البحر الأسود في أحد جلساته مع قادة جيشه، قالوا المسلمين بينتظروا إمام لهم، هل أنت تؤمن بهذا؟ فكان رد الراجل واضح جدا وقال نصا إذا ظهر في عهدي وأنا حي وتأكدت أنه هو فسأتبعه. بالمناسبة الكلام ده موجود نصوص في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في روسيا، وهو صرح بهذا، بس ده على شق حديثه يعني. فهو كمان اقترابه للمنطقة. مين اللي كان عنده في الاجتماع دوت؟ أبانا الذي في القادة. لا كان معاهم القادة وكان معاهم أبانا الذي في لا يعني المهم السؤال ده سأله من أبانا صح؟ المهم أنه يضع على مكتبه قرآن كريم ويضع على مكتبه الإنجيل وهو يحترم كل الديانات. صحيح. وهو حقق سلاما في روسيا، وقال في الخطابات الأخيرة له نحن لدينا كل الديانات، نحترم الكل، نؤدي الكل، نعاملهم على أنهم مواطنين بحق المواطنة وذات أهلية كاملة، لا نفرق بين أحد، وهذا هو سر قوة روسيا. وأعتقد أن المرحلة القادمة على الغرب أن ينتبه جيدا، لأنه القادم ليس سهل، لأن الغرب لا يقود، الولايات المتحدة التي لا تقود، وأمريكا تريد أن تقاتل هذه الحرب بعيدا عن الأراضي الأمريكية للأسف الشديد كما حدث في حرب العالمية. الله يبارك في عمرك، أنا بسعد جدا بوجودي معكم وبنقضي معكم أحلى أوقاتنا، وبشكر الدكتور محمد الألفي يعني على وقته الثمين، وهو المختص بالاقتصاد السياسي في باريس عاصمة فرنسا، وبناخد من وقته الكثير، من وقته الثمين الكثير. فإن شاء الله بإذن واحد أحد نكمل معكم حلقتنا ونكمل معكم محاولاتنا المتواضعة للبحث عن الحقيقة في طريق المعرفة. كل سنة وانتم طيبين، تصبح على خير. برنامج طريق المعرفة من إنتاج قناة من أمريكا واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية. يمكنكم التواصل مع القناة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الآتية. للأسئلة والمقترحات من خلال بريد القناة mac@minamerica.com.